أهلا وسهلا عزيزي المشاهد، مع طبيب العائلة دكتورة طلوان قاشات، وبرنامج جديد والعفو حلقة جديدة من برنامج الميد توك أو الوقاية خير من العلاج. أحد الأسباب اللي سميت برنامجي الوقاية خير من العلاج لأنه حبيت أنطي نصائح وأحاول أعالج المرض قبل ما يصير مرض. لما يصير مرض يعني شوية استرحل بالجسم، إذا نقدر نقي هذا المرض فإحنا رح نتمتع بحياة أحسن وحياة أطول بإذن الله. هذا الوقاية هي تخلينا نغير نظام حياتنا. حياتنا قبل 100 سنة أو 150 سنة أو قبل 500 سنة كانت غير شكل مما هي حاليا. الناس اللي عايشين مثلنا بتلك الأزمان كانوا يأكلون أكلات جدا طبيعية، مستحضرات الراوند أب وقاتلات الحشرات وقاتلات البكتيريا الموجودة، وحتى مواد اللي مهجنة أو النباتات المهجنة أو الحيوانات المهجنة أو المغيرة جينيا ما كانت موجودة. لما قامت تطلع هاي المستحضرات وقاموا الناس يقدرون يغيرون النباتات إلى نباتات مهجنة أو مغيرة جينيا على مود تطلعنا أكثر إنتاج أو تقدر تعيش في مناخ مو مناخها بسبب غزارة إنتاج هاي النباتات، قامت نشوف بأنه أكو تأثير على صحتنا. أحد مساوئ النباتات الحنطة والشعير الحالية الموجودة بالأسواق والذرة والفواكه والخضروات وحتى اللحوم هي لأنه هاي الحيوانات تقوم تتربى في مناطق محصورة وينطوها غذاء واحد وهو الحنطة، العفو مو شرط تكون حنطة بس يكون الذرة، فول صويا، مخلفات معامل الغذاء مثل معامل الدهون النباتية أو مخلفات معامل النساتل والشوكولاتس ويعني هاي المعامل. فنشوف بأنه هاي اللحوم وهاي النباتات ما بيها تلك القيمة الغذائية اللي يحتاجها جسم الإنسان. حاولت دول تعالج هاي المشكلة بإعطاء الفيتامينات، والفيتامينات كثرت في محلاتنا على مود يابا بأنه أكلنا مو جدا كامل فنحتاج فيتامينات لها. في 1930 أو أقل من 1930 أمريكا عرفت بأنه مناطق الزراعية مالتها قلت بيها هاي التريس مينرالز والقيمة الغذائية اللي بي موجودة بالتربة، قلت من ذاك الوقت. فحاولت تعالج هاي المشكلة وقامت تنطي رخصة للمعامل بأنه سوي لنا هاي المعادن على مود ندخل على مود هاي النباتات تقوم بصورة طبيعية. بس مع ذلك ما قدروا يسوون نفس النبات أو هذا النبات ينطينا الصحة الكاملة على مود احنا نكون بعيدين عن الأمراض. أحد هاي المواد هي السكر. نبي نحكي على السكر ونشون احنا نحاول نغير طريقة أكلنا للسكر على مود نحاول نخلي الصحة شوية تكون معانا على طول. طبعا السكر هو يسمن، السكر مو بس يسمن بس حتى انه يتعامل مع الجهاز المناعي ممكن أن يصعده وينزله، يعني ممكن بأنه هذا الجهاز المناعي يشتغل ضدنا إذا حاول بأنه الجسم تعامل مع هذا السكر ويعملنا الأمراض المناعية مثل اللوبس والروماتيس وكثير من هاي أو الغدد، الأمراض المناعية للغدد مثل هاشيموتوس وهكذا. شنو أنواع السكر؟ السكر هو موجود في سكر المائدة، السكروز اللي هو بشوية فركتوز وشوية جلوكوز. هذا السكر هو أقرب شيء موجود بالطبيعة ممكن احنا ناخذه. هذا السكر هو جدا ضروري او مو جدا ضروري؟ احد المواد اللي احنا ما لازم ندخلها للبيت هي السكر والسكريات.
نوع ثاني من 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 السكر هو العسل، ودائما احنا قعدنا العسل، والعسل جدا مهم وصحي، واحنا نعالج به الامراض، وانا اخلي العسل مع الشاي مالتي او القهوه ما اخلي شكر. العسل هو شكر مليان فركتوز اللي هو يجي من النباتات. هذا العسل يجي مع، اذا هو كان عسل طبيعي، عسل طبيعي ما متداخل به الانسان ومزيد له سكر او او او, أو الدول يعني مثل الصين، وهاي لما تعطينا عسل من الصين ودائما يكون بسكر الرز فيبتعد عن العسل، يعني ما يكون عسل، او هذا العسل يكون مخزون لمدة طويلة ويحموه فيرجع بس يصير شكر. العسل اذا كان جدا طبيعي بغبار الطلع بانزيمات النحلة اللي هو حقيقة يفيدنا لما نكون احنا مريضين. العسل مو زين نتناوله يوميا لانه حال الشكر راح يبدي يسمننا، يجوعنا، يزيد السكر مالتنا وهكذا. نوع ثاني من السكر هو الهاي فركتوز كورن سيرب. العصائر الموجوده في الاسواق، الباب، البيبسي، الكوكاكولا، السينالكو، اي شيء موجود هو مزيد هاي الماده اللي هي هاي فركتوز كورن سيرب، اللي هي عالم يونان، العالم الياباني اكتشف بأنه إنزيم معين يقدر يحول الذرة إلى 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 سكر. هذا السكر هو جدا رخيص، بالفركتوز عالي، ما موجود بالطبيعة على هذا الشكل، بس ممكن يسوينا هذا السكر. نقدر إحنا يكون أرخص من الشكر المائدة. ممكن يستعملون معامل على مود يسوونا من عند هاي المحليات مثل الحلويات الموجودة اللي موجودة بالشوكولات و اللولي بوب والمصاصات اللي يستعملونها الأطفال. هاي مادة السمن تتعامل مع الجهاز المناعي، مادة جدا 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 مضرة للجسم، نحاول نبتعد من عندها يعني قد ما نقدر. أكو سكر ثاني يسموه نكتر. نكتر هو شنو؟ على سبيل المثال النحلة لما تروح للزهرة تأخذ هذا الرحيق، هو نكتر يسموه رحيق الورود. هذا الرحيق بعد ما يكون هو صاير عسل لازم يدخله بالخلية ويحطون عليه إنزيماتهم، واحتمال غبار طلع يجي وياه يصير عسل احنا نتناوله بشيء صحية. هذا النكتر مليان فركتوز، ما انصح بانه احنا ناخذه حتى لو كان طبيعيا من نباتات، لانه هاي المعامل راح تاخذه وتحاول تركزه وتعمل من عنده كميات جدا كثيرة، فبالنهاية هو شكر وشكر الفركتوز. اي شكر فركتوز يسمننا، فانت لما تسمع فركتوز مقابلة حط سمنة، يعني احنا راح نسمن لانه الجسم ما يقدر يحرق هذا السكر الفركتوز، لازم يحوله الى شحوم ثلاثية، والشحوم الثلاثية لازم تنخزل ومن عندها نقدر نستعمل طاقة. اذا سوينا دايت وقدرنا نكسر هاي الشحوم. اكو سكر كحولي موجود في جميع الثمار، اغلب الثمار مالتنا اكو سكر كحولي اسمه اريفريتول، اكزاليتول، قسم من عنده هو ستيفيا، موجود في الياف معينه من نباتات. هذا السكر هو حلو، بعض المرات يكون اكثر حلو من السكر العادي بمرتين او ثلاث مرات. هذا السكر فوائده بانه لما نتناوله الجسم ما يقدر يمتصه، هو يعني سكر كحولي بالناحية العلمية يسمى كحولي، بس هو ما بي كحول أبدا، ما بي أي كحول، بس هو علميا نسميه سكر كحولي. فأكو نبتة معينة اسمها مونك فروت موجودة في آسيا، هذا السكر الكحولي موجود أكثر بها من غير نباتات، يحاولون يستخلصوه من هناك. الحلو في هذا السكر شغلتين، بأنه هو ما يمتص، وكميات قليلة من عنده ممكن تكون حلاوتها بقد ملعقة سكر، هذا سكر المائدة، يعني يمكن نص ملعقة هذا السكر الكحولي ممكن معادل ملعقة كاملة من السكر العادي. هذا السكر الكحولي اكو اسمين شائعين، هو اكزاليتول وارفريتول، واكو سكر ثالث همينة اللي هو الأصور الأنيولين، هو موجود همين يستعملوه بالطبخ، وإكزاليتو أفريتول ممكن يستعملها بالطبخ همين. هاي السكر ما يمتص بجدار الأمعاء فيمر،
يمر بأنه في جسمنا ممكن تستعمل البكتيريا الصالحة على مود يكون غذاء لها. هو سكر أنت إنفلاماتريشن، وإنفلاماتري يعني ما يعمل تفاعلات مناعية بالجسم، ما يسوي إنفلاميشن بالجسم، ويحاول يحسن الجهاز المناعي. أكو سكر ثاني إحنا ما نعرف به ولا سامعين به، هو سكر بروتيني. يعني شنو السكر البروتيني؟ يعني اللحوم اللي نتناولها بيها سكر موجود بيها، بس هاي السكر هو في كميات قليلة جدا جدا. هاي السكريات هي حتى جسمنا احنا عضلاتنا بيها هذا السكر. اكو نوعين من هذا السكر، سكر موجود في الحيوانات اللي هي لحومها حمراء هي على العموم بانه بيها هذا السكر الكحولي يسموه 5-NUGC، والإنسان والطيور والأسماك وأغلبية الحيوانات اللي هي البرايميت مثل الشمبانزي والغوريلا وهاي ما عندها هذا السكر، بها هذا السكر اللي هو المشابه لسكر الإنسان هو 5-NUAC. شنو الفرق بيناتهم؟ هم دائما مشابهين، بس شفنا بأنه الناس اللي يأكلون لحوم حمراء بأنه هذا السكر طبعا هو مو على جميع الناس اللي يأكلون لحوم حمراء رح يصير بيهم هذا الشيء، بس شافوا بأنه هذا السكر موجود الـ 5-NUGC الجسم أخذه وعباله هو الأي سي مثل الإنسان، قام يستعمله في أعضاء الجسم اللي يحتاج يحط هذا البروتين اللي بيه سكر. على سبيل المثال شافوا الناس اللي عندهم هارت أتاك، جلطة بالقلب أو بالشرايين، هذا السكر الجي سي موجود في هاي الشرايين اللي صار بها خثرة وصار بها تجلط. في نفس الوقت هذول الناس شافوا بأن الخلايا السرطانية تبدي تستعمل هذا السكر اللي هو 5-NUGC، ما تستعمل السكر الإنساني اللي هو AC. فنحاول نبتعد عن اللحوم الحمراء لأنه بها هذا النوع من الشكر حتى لو كانت بكميات قليلة. هذا الشيء وحيد نقدر، يعني هذا الشيء واحد من الأشياء اللي إحنا نقدر نغير نظام حياتنا. أنا نحاول في هذه الحلقة نغير نظام حياتنا على مود علشان نحسن من صحتنا، ننزل الوزن في شيء طبيعي ويزداد عمرنا بإذن الله بهاي الطريقة. الشيء الثاني اللي نحكي عليه اليوم نتكلم عليه هو اللحم. إحنا نأكل اللحوم بشكل مو طبيعي، اللحوم الحمراء أو بيضاء. أكل اللحوم سواء كانت حمراء أو بيضاء هو جدا فشي مو زين، لازم نحاول من إنه اللحم ما يكون جزء من حياتنا يوميا، نحاول نقلل من اللحوم للأسباب اللي ذكرتها قبل شوية، الفايب اي سي والجي سي. شغلة واحدة ويا اللحوم، اللحوم بأنواعها أكو مادة أو سنسرات متحسسة لهاي المادة اسمها أمتور. الأمتور إذا انفرز أو الخلية غيرت من نفسها وشغلت هذا الأمتور رح يبدي يحاول يقلل من عمرنا، يعني شيخوختنا تزيد بسرعة، نستعجل بها أكثر من ما إحنا إذا هاي الأمتور كانت نائمة أو متهبب، يعني ما تشتغل. سبب شغلتين هي أو سببين يسويها هاي الأمتور بأنه تبدي تشتغل، الأكل كثير اللي من ضمنها السكريات، والشغلة الثانية هي اللحوم. إذا شفنا جسم شاب أكو بروتينات كثيرة بالجسم موجودة رح يبدي يطلع هاي المادة اللي أو السنسر يسموه أمتور، يبدي يشتغل وشيخوختنا تزيد، من ضمنها سرطانات على سبيل المثال. إذا اشتغل هذا الأمتور فرح يشغلنا مادة ثانية يسموها فهرمون معين اسمه انسولين لايك جروث فاكتور، فيشتغل كأنه هو جروث هرمون، الهرمون المكبر اللي احنا اطفال يكون عندنا هذا الهرمون على مود نكبر، وحتى موجود في احنا كبالغين بس بكميات جدا قليلة. بس احنا اذا اكلنا سكريات كثيرة ولحوم كثيرة
بالذات اللحوم الحمراء اذا اكلناها كثير بكثير راح يشغلنا هاي الماده اللي هي الانسولين لايك جروث فاكتور وتزيد في تناسخ الخلايا في تكاثر الخلايا. ممكن الخلايا تقبل نفسها بانه تتكاثر كانه هي بدها تكبر، يعني الخليه تريد تنقسم على نفسها، وهكذا السرطانات تبدي تطلع لانه بسبب اكلنا المفرط لهاي الاكلتين اللحوم الحمراء والسكريات. هذا ما يعني احنا ما ناكل لحوم حمراء، احاول احنا نستعيضها باللحوم البيضاء من ضمنها الدجاج او دجاج الشام، نسميه بالعراقي دجاج الشام او التركي بالانجليزي، بيها ماده الاي سي اللي هي ما تسوي لنا مشاكل مثل مشاكل سرطانيه او الهارت اتاك، وبيها ماده ثانيه جلايسين شويه اكثر بيها. اكو مادتين في اللحوم الحمراء موجوده، واحده من عندها ميثيونين اللي هو امينو اسيد حامض اميني، هذا الحامض الاميني هو اللي شغلنا هاي الماده اللي يسموها امتور حاله السكر. هذا الميثيونين يشغلنا اياها ويحاول يكبرنا بسرعه. نفس المواد موجوده باللحوم يسموها جلايسين، هي موجوده باللحم بس الجلايسين موجوده باللحوم اللي هي جراس فيد اللي هي جايه لحوم مع المراعي، يعني البقر او الخرفان او حتى الدجاج او اي شيء بده ياكل هو يرعى نفسه، فهاي بيها البروتينات راح تكون مختلفه. يزيد بيها هاي ماده الجلايسين تقريبا، ماده الجلايسين موجوده حتى هنا في كثير من الـ 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 الاكلات من ضمنها الناتس المكسرات، مو الحبوب بس المكسرات مثل الفستق وغيرها، هاي الجلايسين تهبط الامتور، فتحاول احنا من شيخ او الشيخوخه مالتنا تكون بطيئه. واحد من التغييرات بحياتنا همين التغيير الثالث اذا نقدر نسويه هو الصيام الانترميتنت فاستنج. الانترميتنت فاستنج شافوه بانه مو بس يوقف هاي السنسر اللي موجود بالخلايا الامتور يوقف ينومه، بس حتى انا شافوا بانه الجسم راح يكون عنده الجسم مالتنا راح يكون على طول يطلع لنا خلايا مو زينه، خلايا لازم تموت. فاحنا اذا بدينا ناكل 5 وجبات باليوم، يعجبني ناكل سكريات هوايه، اكو فشي اسمه ابوبتوسيس، الانسان يقتل الخلايا اللي هو يقتل الخلايا الغير صالحه الموجوده بالجسم، ما راح تصير هاي العمليه بالجسم. الصيام واحد من الشغلات اللي يساعدنا بانه هاي العمليه تشتغل بجسمنا، سواء الخلايا السرطانيه، الخلايا الغير صالحه، الخلايا اللي لازم تموت في عمليه الصيام، وكانه الجسم يعيد بناء نفسه ويرجعك شباب. الاديان دائما عندها صيام، سواء صيام متقطع، يعني ما يصومون يوميا او 3 أيام 4 كامله، اللي هو أنا ما أنصح بها، الصيام عن طريق بالماء لأنه يأثر علينا ويطرح لنا هواية مخلفات بالجسم هي ما راح تفيدنا راح تسينا. فمثلا على سبيل المثال صوم رمضان، الصوم الكبير الناس يصومون للظهر، صوم رمضان يصومون بعض المرات 2 ساعات أو 12 ساعة أو 10 ساعات، هو جدا فشي مهم. الصوم عن اللحوم الحمراء بس خضروات يأكلون جدا جدا فشي نافع. أكو شغلة نسويها احنا دنصوم، الله يحاول يساعدنا بأنه احنا نعالج جسمنا، بس لما نفطر رح نفطر لحوم كثيرة، رح نفطر مع سكريات كثيرة، بدل ما ناكل احنا تمرتين او واحدة او 3 رح نبي ناكل 7 تمرات 15 تمراية، رح نبي ناكل بقلاوة أو حلويات ثانية، كسرنا هذا الصيام، فائدته راحت أبد، يعني راحت مدى الاستفادة جدا من عنده. ليش؟ لأنه إحنا في وقت بينه دنصوم وراها بس فطرنا أكلنا سعرات حرارية كثيرة، أكلنا سكريات كثيرة، أكلنا لحوم حمراء موجودة. فدائما نحاول لما نصوم ونعالج جسمنا حتى لو كان مرة واحدة بالسنة، نحاول ناكل فشي جدا زين، بها خضروات كثيرة، والخضروات اللي أنا أريد أعطيكم إياها اللي هي أكل good list والbad list أقدر نخليها على الشاشة همنا تفيدنا.
نمتنع عن الباد ليست اللي هو الخضروات السيئه، نبتعد عليها او نحاول ناخذها اورجانيك. يعني هاي الشغلات، هاي الخضروات اللي موجوده باللسته مالتنا اللي حنخليها على الشاشه نبدي نشتريها اورجانيك، بينما الفواكه والخضروات اللي نقدر نشتريها مو اورجانيك اقدر اخليها على لسته ثانيه نقدر نشتريها مو اورجانيك ونسيف بعض النقود. تغيير نظام الحياة بأنه نحاول نغير من اللحوم الحمراء إلى لحوم حمراء هي جراس فد، مراعي تأكل حشيش، البيض مالتنا يكون مراعي، همينا بيض المراعي اللي هو pasteurized eggs موجودة بالأسواق، والدجاج مالتنا إذا ما كان أورجانيك راح يكون دجاج أو سمك مراعي أو مصيود، السمك يكون مصيود حالته البرية اللي هو wild caught، حتى الشرم روبيان راح يكون wild caught، هو مصيود بريا وما يكون سمك أو روبيان مزارع. ليش؟ لأنه اللحوم البيضاء بها مادة الأيسي، فانيو أيسي، هاي السكريات اللي هي مادة مسوينا inflammation ولا تدخل في تركيب خلايا سرطانية، ولما ناكل لحوم اللي بها مراعي وصيدة وايلد كارد راح يكون بها جميع الفيتامينات الضرورية الموجودة في هاي النباتات أو الحيوانات طبيعيا اللي هي تدخل في تركيبة جسمنا، وأهمها هي الأوميجا 3. الأوميجا 3 هي هاي الدهون اللي هي نافعة. الأوميجا 3 قبل 70 سنة احنا كنا ناكل اوميجا 3 طبيعيا، او حتى في بلداننا قبل ما نبي نهاجر الى البلدان الغربية حيواناتنا ما كانوا يوكلوها علف او مخلفات معامل، حيواناتنا كانت ترعى وحدها، تبدي تريد هي تاكل اللي هي مفروض تاكله طبيعيا. لما تاكل هذا الشيء كأنه انت بتاكل لحم احمر بس بتاكل السمكة، يعني اللي هي بها الاوميجا 3. هذا اللحم الأحمر كان بيه هواية أوميجا 3، كان بيه فيتامينات K2 اللي هي تقوي العظام، تقوي الجهاز المناعي، تقوي الدماغ. الأوميجا 3 يدخل في تركيب الدماغ، فالناس تشوفها بأنه عايشة 100 سنة 90 سنة وذهنها صافي وما بيها خرف، ماكو أي خرف، ماكو أي كآبة، فرحانة، جسمهم قوي، عضلاتهم قوية. نحاول ندخل الأوميجا 3 هاي الدهون الجيدة بجسمنا وموجودة دائما بالأسواق، نحاول نكون ناخذها ما يكون الأوميجا 3 مالتها 300 أو 400 ملغرام، نحاول ناخذها تكون قريبة على 1000 وراح تفيدنا. فأنت إذا تأخذ ما بين 2000 إلى 4000 أوميجا 3 باليوم صدقني كل شيء ما راح يصير وياك، وراح تكون الجسم مستفاد جدا وراح تمنع جميع كثير من أمراض المناعية في جسمك. لا تخاف من هاي الدرجة مع الأوميجا 3، 2000 إلى 4000 ميليغرام من الأوميجا 3. فيتامين دي لازم يدخل في حياتنا، إذا أنت ما تريد تأخذ فيتامين دي 3 2000 ميليغرام أو 5000 ميليغرام تقدر تأخذ 2000 ميليغرام، بس حاول لا تأخذ أقل من 2000 يونت، العفو مو ميليغرام، 2000 يونت راح تكون جدا جدا كافية. بقى شغلة أخيرة نقدر نحكي بيها هي الألياف. الألياف موجودة في الخضروات، والألياف مو بس موجودة بالخضروات، السيلولوز وكثير من الألياف تساعد تقينا من الأمراض المناعية، تساعد تقينا من أمراض السرطانات، تخفف وزننا، تمنع السكر، تمنع الضغط، تخلي البكتيريا صالحة تبقى في جسمنا. هاي البكتيريا صالحة جدا ضرورية على مود احنا نعيش أطول. أكو ألياف هي ألياف مذابة أو تذوب، وأكو ألياف غير مذابة. مثلا على سبيل المثال الحنطة والشعير النخالة مالتها بها ألياف، بس هاي ألياف غير مذابة ما تذوب، ما راح تفيدنا كثير، بالأحرى راح تضرنا. بس أكو ألياف مثلا غير مذابة مثل مادة السيليوم هاسك. هاي مادة السيليوم هاسك هي نبتة معينة بها هاي الألياف اللي تحاول البكتيريا الصالحة بجسمنا تستفاد من عندها وتأكلها. الألياف المذابة البكتيريا الحلوة هاي البرتقالية العنجورية اليام الساوركراوت اللهانة كثير بها ألياف جدا مذابة، والجسم مالتنا حتى لو كانت مذابة هي ما يقدر يمتصها، تروح إلى البكتيريا الصالحة
هاي البكتيريا الصالحة تحولها إلى دهون زينة ممكن الجسم أو مواد ممكن أن جسم مالتنا يمتصها وتساعدنا كثير. تغيير نظام حياتنا جدا بسيط بس لازم نستحمله، نحاول ما نمشي مع هذا التمدن المفرط اللي احنا نمشي به، نقلل السكريات، نحاول نستعيد السكريات اللي عندنا الى سكريات غزاليتول او إريثريتول راح تكون موجوده على الشاشه، نحاول نقلل اللحوم الحمراء، نحاول نقلل اللحوم ناكلها مثلا مرتين او ثلاثه بالاسبوع كميات اقل، نحاول نصوم ونحاول ندخل الالياف واوميجا 3 وفيتامين دي بحياتنا. اتمنى بانه شويه زيادة معلوماتكم، نحاول نقي كثير من الامراض بهاي الحلقه. اذا عندكم اي سؤال حاولوا تسالونا واكون احب انه اجيب عليها. شكرا لاستماعكم ومشاهدتكم.